عشانه ما ده اللي كنت نفسي فيه. لا ملت للناس ولا حتى لأي كلام، إحساس واتساب يطلع بطبع توصل له أهوى. مجنون أنا بيه وأخاف من إيه؟ في حد يشوف أحلامه قصاده ما يلمسهاش، ده ساعات الخوف بيضيع لحظة ما بنعيشها. ما بنعيشها ما عشت سنين علشان علشان ألاقي ألاقي.